مشاهدينا الكرام، في إطلالة جديدة من مراسلونا في الميدان، هذا نهار فلسطين قد انتصف، وفيه نضعكم في آخر التطورات وآخر المستجدات وآخر وأبرز الفعاليات في المحافظات الشمالية والجنوبية مع شبكة مراسلين المنتشرين في كل محافظات الوطن. وفي بداية هذه الإطلالة دعوني أرحب بشبكة مراسلين الذين انضموا إلينا من المحافظات الجنوبية، فؤاد جرادة، ومن الخليل عرين العمل، ومن بيت لحم علاء الدين العبد، ومن القدس المحتلة الزميلة دانا أبو شمسية. والبداية من غزة معك فؤاد، في الذكرى 15 على رحيل الزعيم الشهيد ياسر عرفات، حماس تمنع إحياء الذكرى وتمنع مشاركة المواطنين وتمنع كل الفعاليات في قطاع غزة، مسرورة لديك بالإضافة إلى كل مجريات والتطورات خلال 24 ساعة الماضية. تفضل فؤاد. نعم هذا صحيح، يعني منذ الأمس أعلنت حركة حماس عن منعها لإحياء الذكرى 15 لاستشهاد القائد الزعيم ياسر عرفات، وهو قائد مفجر الثورة المعاصرة الفلسطينية. في الحقيقة كان من المفترض أن يكون هناك افتتاح لصورة الشهيد ياسر عرفات في إحدى أكبر الشوارع الرئيسة هنا في قطاع غزة، وما يسمى بمنطقة الجندي المجهول أو الرمال، وهي تقع في سنتروا في مركز المدينة هنا في مدينة غزة. تم إبلاغهم بمنع افتتاح هذه الصورة، وبالتالي أيضا سوف يكون هناك منع لإحياء هذه الذكرى، علما أن افتتاح هذه الصورة كان سوف يقتصر على بعض الأشخاص وبعض العناصر من أعضاء الأقاليم، بالإضافة أيضا إلى مصممي الصورة، فقط هي يعني مجموعة قليلة من الناس، فكيف لك أن تتخيل سوف يتم منع إحياء الذكرى عندما تكون هناك مئات الألوف وزحوف من المواطنين الذين ربما يشاركوا في هذه الذكرى التي هي بالأساس عزيزة على كل المواطنين الفلسطينيين وربما أيضا غير الفلسطينيين. على أي حال، هناك أيضا كان حملة اعتقالات من قبل حركة حماس وأجهزة حماس لبعض أعضاء أقاليم والمناطق في حركة فتح، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق أو في المحافظات الشمالية لقطاع غزة، وهناك بعض القيادات والأسماء الوازنة التي تعرضت لهذا الاعتقال، وهناك أيضا بعضهم استدعي إلى الاعتقال ولكن لم يعني يسلم نفسه إلى الاعتقال. هذا فيما يتعلق بمنع حماس. على الصعيد نفسه أو في ذات الموضوع، أيضا حركة فتح أصدرت بيانا استنكرت فيه هذا المنع، سيما ونحن في أجواء الحديث عن انتخابات وعن مغادرة مربع الانقسام والذهاب إلى الوحدة الفلسطينية ومحاولة رأب الصدع وإرجاع قطار المصالحة وإرجاع قطار الوحدة إلى سكته وعلى سكته من جديد، وهذا ما ينسف جهود أو تلك الجهود المبذولة من أجل رأب الصدع ومحاولة لرأب الصدع. هذا فيما يتعلق بهذا الملف. في ملفات أخرى نتحدث، ننتقل الآن إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق أو ضد المواطنين، وتحديدا في بيت حانون أو منفذ بيت حانون، كان هناك اعتقال لأحد التجار الذين قدموا من المحافظات الشمالية إلى المحافظات الجنوبية عبر حاجز بيت حانون، تم اعتقال يعني هذا التاجر، والآن أصبحت هي يعني بكل ما تحمل الكلمة من معنى مصيدة للمواطنين هذا الحاجز، بالإضافة لأنه مرتع للأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي تلاحق سواء كانوا مرضى أو حتى تجار، ولكن حتى اللحظة لم يتم الإفراج عن هذا التاجر. وهناك أيضا يعني انتهاك آخر من البحرية الإسرائيلية أو ما يسمى بجهاز البحرية الإسرائيلية، حيث تم إطلاق الرصاص على من قبل البحرية الإسرائيلية على مجموعة من الصيادين الذين كانوا يتواجدوا في عرض بحر شمال مدينة غزة أو ما يسمى ببحر السودانية، بالإضافة إلى اعتقال 2 من الصيادين قبل حوالي ساعة من الآن، وحتى اللحظة لم تعرف أين يعني ماهية هذا الاعتقال وظروف هذا الاعتقال وأين تم اعتقالهم، ويعني مجهولة حتى اللحظة أماكن تواجدهم. أعلن قبل قليل نقيب الصيادين وأكد باعتقال 2 من الصيادين، وقد قطع الاتصال بهم حتى هذه اللحظة. هذه هي صورة الأوضاع وكل ما في جعبة القطاع حتى اللحظة. بالعودة إليك زميلي. شكرا لك زميل فؤاد جرادة، كنت معنا من المحافظات الجنوبية على كل هذه الإيضاحات، ومن المحافظات الجنوبية إلى جنوب الضفة الغربية مع الزميلة عرين العمل. أهلا بك عرين في مراسلونا في الميدان. اعتداءات للاحتلال متكررة تطال المواطنين، في كل يوم هناك اعتداءات على مدينة الخليل كسائر محافظات الوطن، وحملة من الاعتقالات وفي صفوف المواطنين، ومجمل التطورات الميدانية وأبرز الفعاليات لك يعني. الأخ عماد حكينا عن أهمية تطوير البلدة القديمة في الخليل، في وقتها طلب منا
نعم، تحية لك وتحية للسادة المشاهدين والمشاهدات. بالفعل يعني الاحتلال الإسرائيلي متواصل في هجماته على المواطنين وفي مداهمته للمنازل، خاصة في ساعات الفجر الأولى وفي الليل. بالأمس قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطن من حلحول، وذلك بعد مداهمات نفذتها لعديد من المنازل في حلحول وإغلاق الشوارع الرئيسية والمداخل الرئيسية لحلحول. تكرر المشهد في بلدة بيت أمر، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطن بعدما أطلقت النار صوبه ووصفت جراحه بالمتوسطة هذا الصباح، بالإضافة لإغلاق مدخل بلدة بيت أمر وتواجد كثيف في منطقة الظهر في بلدة بيت أمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي. نذكر أن هناك اعتداء آخر نفذته مجموعة من المستوطنين، بالإضافة إلى جنود احتلال كانوا يحمون هؤلاء المستوطنين على عائلة جاد الله جنوب غربي محافظة الخليل، تحديدا في دورة بالقرب من مستوطنة نيجوهوت. وهذه ليس لم تسجل فقط الاعتداء هذا على العائلة، بل كان هناك سلسلة اعتداءات متواصلة على هذه العائلة في الأسابيع القليلة الماضية. نتحدث بالإضافة إلى ذلك عن الفعالية التي يتواجد بها الآن، وهي افتتاح مؤتمر الترويج للسياحة في البلدة القديمة هنا حيث أقف في ساحة لجنة إعمار الخليل. تدور رحى المؤتمر الذي يفتح آفاق جديدة لجلب السياح من كافة دول العالم لزيارة البلدة القديمة المحاصرة. والآن تتحدث وزيرة السياحة رولا معايعة عن أهمية استقطاب المزيد من السياح نحو البلدة القديمة ودعم صمود أهلها، بالإضافة إلى مشاريع الترميم التي نفذت هنا في البلدة القديمة. حضور رسمي وشعبي واسع في هذه الفعالية، وهذه دعوة مباشرة لكافة المواطنين من كافة أنحاء وأرجاء الوطن لزيارة البلدة الخليل القديمة التي تتعرض باستمرار لعمليات التهجير الواسعة وعمليات التهجير للمواطنين للتقليل من عدد المواطنين هنا والسيطرة وتهويد المدينة. هذه مجمل الأحداث من الخليل اليوم. شكرا عرين على كل هذه الإيضاحات. ومن الخليل إلى بيت لحم وزميل علاء العبد، أهلا بك علاء في مراسلنا في الميدان. فعاليات المحافظة كما كل عام تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى كل التطورات الميدانية في مدينة السلام، وأبرز الفعاليات لك علاء. بداية مساء الخير لك ولكافة السادة المشاهدين. نحن الآن نتواجد وإياكم في ساحة كنيسة المهد، حيث انتهت قبل قليل فعاليات بيت لحم، نظمت إحياء لذكرى المولد النبوي فعالية هنا في ساحة كنيسة المهد. كلمات عديدة تم إلقاؤها خلال هذا الاحتفال أكدت على السمات البارزة في الدين الإسلامي للتآخي ما بين الأديان وقبول الآخر واحترام كافة الأديان، وهي رسالة سياسية بامتياز تنبع من عقيدة الشعب الفلسطيني والدين الإسلامي السمح والديانة المسيحية في التآخي والمحبة والسلام. هذه الرسالة أبرقت إلى العالم أجمع، من هنا من مهد المسيح بيت لحم نبرق رسالة محبة وتآخي للعالم أجمع، ونقول بأننا صفا واحدا متوحدين خلف قيادتنا نحو الحرية والاستقلال. أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت فجر هذا اليوم قد اقتحمت مخيم عايدة للاجئين واعتقلت الفتى عمر المساعيد 16 عاما من داخل منزله في مخيم عايدة. الإجراءات الاحتلالية كما هو معروف هي متواصلة ودائمة، تقوم قوات الاحتلال بين الحين والآخر بمداهمة منازل المواطنين واعتقال الشبان دون أي أسباب حقيقية وتحت ذرائع واهية. نعم، شكرا لك زميل علاء العبد على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من بيت لحم. والآن إلى العاصمة المحتلة القدس وزميلة دانا أبو شمسية، أهلا بك دانا في مراسلنا في الميدان. صمود أسطوري يسطر يوميا يسطره أهلنا في مدينة القدس المحتلة في وجه كل المؤامرات التي تحاك وتهود هذه المدينة المقدسة، تفضلي دانا.
نعم، لربما المشاهد يلتبس عليها الأمر من تكرار هذه الأخبار في العاصمة المحتلة، ولكن بفعل وجود محتل على هذه الأرض كل ما هو مهود يهود أكثر فأكثر باستمرار عمليات الاستيطان المختلفة التي تطال الحجر والبشر والشجر في العاصمة المحتلة. نبدأها من ملاحقة الكوادر الوطنية في العاصمة القدس، وآخرها كان لا سيما اعتقال وزير شؤون القدس ومحافظ محافظة القدس، وملاحقة أيضا أمين سر حركة فتح في بلدة العيسوية وإبعاده عن بلدة العيسوية لمدة أسبوعين عنها كإفراج منوط بعدة شروط، وهذا ما اعتاد عليه المقدسيون هنا في العاصمة المحتلة ضمن حملة الاعتقالات الشرسة التي تشنها أيضا في أكثر البلدات المهودة. نتحدث عن بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، عن بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، والطور إلى الشرق من العاصمة، هذه البلدات الأكثر استهدافا من قبل قوات الاحتلال. أمس كان هنالك اقتحام إلى حي عبيد في بلدة العيسوية، وقامت قوات الاحتلال بإطلاق وابل من القنابل الصوتية والأعيرة المطاطية أيضا، وكان هنالك اقتحام لعدد من الأحياء السكنية هناك وضرب هذه القنابل على منازل المواطنين هناك. عدا عن ذلك التضييق عليهم من جوانب مختلفة، منها تحرير مخالفات مادية للمركبات، تسليم أوامر إخطار هدم لعشرات المنازل في بلدة العيسوية، وآخرها كان في بلدة سلوان الهدم لعائلة العباسي، وهنالك ما يزيد على 2000 منزل في بلدة سلوان فقط كانوا قد تسلموا مؤخرا في السنوات الأخيرة أوامر هدم أو مصادرة بطرق غير شرعية غير قانونية. رغم كل هذه الاعتداءات والتهويد المستمر، ما زال المقدسي ثابتا راسخا محافظا على هويته الفلسطينية رغم كل هذه الحرب الديمغرافية التي تشنها حكومة الاحتلال في محاولة منها لزجنا إلى هجرة قصرية والابتعاد عن هذه المدينة لتحويلها إلى مخططات استيطانية ترمي إليها في مخطط استيطاني جديد يطلق عليه القدس قديم جديد 2030، والذي ينوي إسكان عشرات الآلاف من المستوطنين في بلدة سلوان تحديدا أو ما يسمى الحوض المقدس القريب من حائط البراق لتأدية صلواتهم التلمودية هناك. هذا ما يحدث جليا وكل يوم، حيث بات مسلسلا يوميا في باحات المسجد الأقصى المبارك. قبل قليل تم إغلاق باب المغاربة أمام المستوطنين المقتحمين، وصل عدد المقتحمين إلى 102 مقتحم من جماعات الهيكل المزعوم. عدا عن ذلك كان هنالك عشرات من الطلبة، وأيضا كان هنالك رجال لمخابرات الاحتلال وشرطة الاحتلال وبأذرع مختلفة كانوا قد اقتحموا وأمنوا سير هذه الاقتحامات. نحن في صدد إعداد تقرير عن كل هذه المخططات الاستيطانية والتي يحاول المقدسي الابتعاد عنها بالصمود والرباط، وهي الضريبة التي يدفعها المقدسي بصموده ورباطه هنا، إما بالإبعاد عن مكان سكنه أو الحبس المنزلي أو حتى الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك بحق عشرات من المواطنين المرابطين خوفا من التصدي لاقتحامات المستوطنين. شكرا لك يا زميلة دانا أبو شمسية على كل هذه الإيضاحات، وبانتظار مزيد من الأخبار ومزيد من التفاصيل في النشرات الإخبارية القادمة. شكرا لك. ومن القدس المحتلة إلى طول كرم مع الزميل إيهاب ضميري. أهلا بك إيهاب في مراسلنا في الميدان، يعني لقاءات شبابية تعقد في طول كرم وسلفيت وتخريج هذه الدورات، حدثنا أكثر عن هذه الدورات وأبرز ما قامت عليه بالإضافة إلى كل مجريات الأحداث وأبرز الفعاليات في طول كرم، تفضل. نعم، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. بالفعل يعني طول كرم اليوم تحتضن مجموعة من لنقل لقاء أولا شبابي وأيضا تخريج مجموعة من الدورات، لكن قبل الحديث عن هذا الموضوع دعني أتحدث عن الوضع الميداني، حيث أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر هذا اليوم حتى ساعة الصباح الأولى مدينة طول كرم واعتقلت 3 مواطنين بينهم أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال أكثر من 15 عاما. اقتحام قوات الاحتلال تركز في الحارتين الجنوبية والغربية من مدينة طول كرم، داهمت عدة منازل، أطلقت قنابل الصوت وقنابل المسيل للدموع حيث كان الشبان قد تصدوا لهذا الاقتحام، فأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت وقنابل المسيل للدموع وأيضا الرصاص المطاطي، لكن بحمد الله لم تقع أي إصابات في صفوف الشبان، ووصلوا إلى منازل عدد من المواطنين، ومن ثم اعتقلوا 3 مواطنين
أو ثلاثة مواطنين عفوا خلال اقتحام مدينة طولكرم وانسحبت قوات الاحتلال عند ساعات الصباح الأولى من المدينة. هذا بما يتعلق في الوضع الميداني. أيضا نحن نتحدث عن لقاء شبابي سيكون مع محافظي طولكرم وسلفيت عصام أبو بكر وأيضا عبد الله كميل، حيث هذا اللقاء الهدف منه هو معرفة ما يعاني منه الشباب، ما يفكر فيه الشباب، كيف يمكن أن يتم تطوير واقع الشباب سواء في محافظتي طولكرم أو سلفيت أو من خلال أو في الوطن بشكل عام. أيضا سيطلع من خلال المحافظين عصام أبو بكر وعبد الله كميل على كيفية دعم الشباب من خلال الدورات الريادية والمشاريع الريادية وكيفية يعني تكاثف الجهود ما بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في هذا الاتجاه. على هامش هذا اللقاء أيضا سيكون هناك تخريج لدورات شبابية كان قد تحصل عليها عشرات الشبان من أحد المراكز هنا في محافظة طولكرم. هذه الدورات كانت دورات متميزة نظرا لأنها يعني حاولت أن تكون في الدورات المهنية الدورات التقنية التي من الممكن هي أصبحت الآن مطلوبة أكثر من الدورات الكلاسيكية التي يعني كانت سائدة فيما قبل. يعني إذن هو لقاء مهم بين يعني الجهات الرسمية وبين الشباب لوضع الآليات جميعها من أجل دعم فئة الشباب وفي ظل أنهم هم يعني بناة المستقبل وأيضا عمود الدولة الفلسطينية وعاصمة القدس الشريف. يعني هذا ما يتعلق في طولكرم لحد هذه اللحظة. نعم. لهذا اليوم شكرا لك زميلي إيهاب أدمير على كل هذه الإيضاحات، وكذلك شكر لكافة زملائنا المراسلين الذين كانوا معنا في هذه الإطلالة، شكرا جزيلا، وكذلك شكر لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الإطلالة من مراسلونا في الميدان، ومزيد من التفاصيل ومزيد من الأخبار تجدونها بإذن الله في نشرات إخبارية قادمة. هذه تحياتي وتحيات طاقم العمل، وإلى اللقاء.